بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنستكمل ان شاء الله محاضرات لجرام بوزيتيف كوكاي، وبدينا في المحاضرة السابقة من الشق الستوكوكاي، وذكرنا بعض الانزيمات والتوكسينز الخاصة بهذه المجموعة. حكينا انه الهيمولايسينز منها بيتا هيمولايتيك الجروب اي سيتوكوكس باجينز الابريت تو هيمولايسين او ستريبتولايسين، اللي هو المواد البروتينيه بتعمل تحلل بيتا هيموليسيز على الضاد اجار. النوع الاولاني اللي هو ستريبتولايسين او. الستريبتولايسين او بيقول لي هو بروتين ذات از هيمولايتيكلي اكتف ان ذا ريديوس ستيت، يعني هو في حاله الغياب الاكسجين هو اكتف، but rapidly inactivate in the presence of oxygen، في وجود الاكسجين يصبح ان اكتف. عشان هيك هم سموه ستريبتولايسين او، سميناه ستريبتولايسين او من ستريبتولايسين اكسجين لابايل، يعني هو حساس لوجود اكسجين، حساس لوجود اكسجين بمعنى هو ان اكتف في وجود الاكسجين. فلما بيكون في الريديوست ستيت بيكون هو طبعا في غياب الاكسجين، بيكون فعال في حاله الاكسجينيتد ستيت او وجود الاكسجين بيكون ان اكتف، فهو اكسجين لابايل، ستريبتولايسين اكسجين لابايل، يعني حساس في وجود الاكسجين. ستريبتولايسين او از ريسبونسبل فور سم اوف هيمولايسيس سين وذ ذا جروث ان ذا كات ديب انتو ميديم ان بلاد اجار، يعني احنا بنلاحظ وجود تاثيره في البلاد اجار، لكن مش على السطح، في انديب في الاجار من في الداخل، على اساس انه بتكون منطقه بعيده نسبيا عن وجود الاكسجين. It combines quantitatively with anti-streptolysin O. طبعا هذا الستريبتولايسين O البروتين اذا دخل الجسم فهو انتيجينيك، واحنا ذكرنا قلنا ايش معنات انتيجينيك، قلنا انتيجينيك يعني اذا دخل جسم الانسان في الداخل سيحفز جهاز المناعة وسيتم استدعاء الفعاليات المختلفة والاكتيفيتيز لجهاز المناعة للتصدي إلى البروتين الغريب هذا اللي دخل من الستريبتوكوكاس. الآن من ضمن الردود الفعل المناعية اللي هو أنتي بادي ضد الستريبتولايسين أو، فسميناه أنتي ستريبتولايسين أو، انتي ستريبتولايسين او انتي بوديز، يعني الانتي بوديز التي خرجت مخصصا سبيسيفيكال للستريبتولايسين او بسميها انتي ستريبتولايسين او. الان الانتي ستريبتولايسين او بيرتبط مع الستريبتولايسين او لان هو سبيسيفيكالي اكتيف ضد الستريبتولايسين او، اند انتي بودي ذات ابير ان هيومن هيومنز فولوينج انفيكشن وذ ستريبتوكوكاي. طبعا هذا الانتي بودي بيخرج بعد إصابة الإنسان بالستريبتوكوكاي، وهذا طبعا معروف. ليش؟ لأنه الستريبتوكوكاي إذا كانت هي البيوجينز هي التي تفرز الستريبتولايسين أو، والستريبتولايسين أو إذا شعر في جسم سينتج عنه أنتي، سينتج الجسم أو جهاز المناعة أنتي ستريبتولايسين أو، وبالتالي بقدر أقول إنه وجود الأنتي بادي ضد الستريبتولايسين أو اللي هو سميناه أنتي ستريبتولايسين أو دلالة على وجود ستريبتوكوكس انفكشن. ستريبتوكوكس انفكشن. This antibody blocks hemolysis by streptolysin O. طبعا الانتيبادي بيمنع وبيثبط الاكتيفيتيز للستريبتولايسين O. اذا الستريبتولايسين O احنا بنستدل عليها، بنستدل من خلالها على وجود البكتيريا الستريبتوكوكاي. طيب احنا مش هنفحص الستريبتولايسين او نفسه البروتين او التوكسين هذا، وانما بنفحص الانتي بودي المخصص اللي بيخرج ضده، وبالتالي في فحوصات اللي هو الانتي الاي اس او تي انتي ستريبتولايسين او، هذه احنا بنفحص من خلالها وجود الانتي بودي للستريبتولايسين او. اذا وجود الانتي بودي للستريبتولايسين او معناته في عندي ستريبتولايسين او، لانه لم يخرج الانتي بودي ضد الستريبتولايسين او الا بوجود الستريبتولايسين او نفسه. طيب اذا انتي بودي او انتي ستريبتولايسين او هو دلاله على وجود الستريبتولايسين او، والستريبتولايسين او هو دلاله على وجود الستريبتوكوكاي انفكشن، وهكذا بيكون احنا يعني من خلال الانتي بودي استدلينا على وجود اللي هو البكتيريا الانفكشن من الجينس ستريبتوكوكاي او الستريبتوكوكاس بايوجينز اللي هو السبيشيز.
في عندنا السيبتولايسين اس. السيبتولايسين اس ممكن الاس في ناس قالت انه هو اختصارا للسيبتولايسين اوكسجين ستيبل، يعني ثابت في وجود الاكسجين، وفي قالوا انه هو اللي بسماها بسبب اخر ثاني اللي هو elaborated in the presence of it. هنا it is elaborated in the presence of serum hence the name سيبتولايسين اس، يعني هو لا يخرج الا في وجود السيرم، عشان هيك سميناه سيبتولايسين اس يعني من سيرم. وفي ناس قالت لا هو سيبتولايسين اس يعني اوكسجين ستيبل. على اي حال مش مشكله، المهم انه هذا النوع الثاني من البروتين، وهذا is agent responsible for hemolytic zones around the cytococcal colonies growing on the surface of blood agar. الصور والأشكال اللي شفتوها للبيتا هيموليزز اللي بتظهر على السطح البلاد أجار من خلال الكولونيز، هذا بفعل السيبتولايسين اس، هذا بفعل السيبتولايسين اس لانه هو ستيبل في وجود الاكسجين، وبالتالي هذا ما بكونش السيبتولايسين او، لانه السيبتولايسين او از اوكسجين لابايل، وقلنا اوكسجين لابايل معناته هو ايه؟ هو حساس وان اكتف في وجود الاكسجين، وبالتالي السطح البلاد أجار ما بيناسبش الشغل والاكتيفيتي للسيبتولايسين او، وانما بيناسب السيبتولايسين اس اللي هو ستيبل في وجود الاكسجين. يبقى المنظر اللي بيتا هيموليزيس اللي احنا بنشوفه على السطح اللي بلاد أجار من خلال زراعه السيبتوكوكاس، هذه بيكون بفعل السيبتولايسين اس. بقول لي هنا it is not antigenic، هو مش antigenic، عشان هيك اذا دخل الى جسم الانسان لا يستطيع انه هو يحفز جهاز المناعه. طبعا هو السبب ايش؟ مع انه هو ماده بروتينيه، السبب انه هو بيكون صغير الحجم، ومن شرط من شروط انه يكون البروتين انتيجينيك، من ضمن الشروط هو شروط متعدده، من ضمن الشروط انه يكون هو كبير يعني لارج انف تو اكتيفيت اميون سيستم، لازم يكون هو لارج انف، فممكن هذا يكون البروتين هذا صغير وبالتالي لا يحفز جهاز المناعه، عشان هيك احنا ما بنسمعش انه انتي سيبتولايسين اس في الفحوصات، انما اي اس او تي او انتي سيبتولايسين او. But it may be inhibited by non-specific inhibitors، وبالتالي ممكن انه هو يتم منعه بواسطه non-specific inhibitors او non-specific antibodies، وهذه موجوده non-specific antibodies بتكون تطلع spontaneous بشكل عشوائي، وبتكون هي في ناس مش عارفين يعني هي ليش بتطلع، لكن هي الانتيبوديز هذه نون سبيسيفيك وتستطيع انها ترتبط على العديد من الانتيجينات، وبالتالي لانه هذا نون انتيجينيك فبالتالي هي يعني النون سبيسيفيك انتيبوديز تستطيع انها ترتبط على السيبتولايسين اس وتمنع نشاطه في تحطيم خلايا الدم الاحمر. طيب الباثوجينيسيس والكلينيكال فايندينجز بالنسبه للسيبتوكوكس بايوجينز، بقول الفاريتي اوف ديستينكت ديزيز بروسيس ار اسوسييتد وذ السيبتوكوكس بايوجينز انفكشن. في هناك العديد من صور الاصابات والامراض التي تسببها السيبتوكوكس بايوجينز. الانفكشنز كان بي ديفايدد انتو سيفرال كاتيجوريز، ممكن ان احنا نصنف الامراض اللي بتسببها السيبتوكوكس بيوجينز اللي تصدر للإنسان إلى أربعة أصناف. الصنف الأولاني أو المسار الأول اللي هو disease attributed to invasion by streptococcus biogenes beta hemolytic streptococcus. المسار الأول الأمراض اللي هي ناتجة عن إصابة الإنسان بالستريبتوكوكس بيوجينز اللي هو الناتج عن invasion by Streptococcus pyogenes invasion اللي هو دخول الميكروب الى داخل الجسم، بمعنى انه هو يدخل الى داخل الجسم ويبدا باختراق الخلايا والانسجه، يبدا باختراق الانسجه اللي الموجوده في جسم الانسان، وهذا يؤدي الى امراض احنا حنذكرها الان. المسار الثاني او الكاتيجوري الثاني اللي هو disease attributed by local infection with Streptococcus pyogenes. الميكروب هذا نفس الميكروب هو Streptococcus pyogenes، ما بيدخلش الى داخل جسم الانسان، ولكن الاصابه بتكون سطحيه بمعنى ايش؟ بثور دمامل وهكذا، التهاب لوز، التهاب حلق،
المسار الثالث اللي هو invasive group streptococcal infection، اللي هو تدخل هذه البكتيريا الى داخل جسم الانسان وتبدأ بافراز السموم في داخل جسم الانسان زي الستريبتوكوكال توكسيك شوك سندروم والسكارلت فيفر، كله هنذكره الان بالتفصيل. واخر مسار او كاتيجوري اللي هو بوست ستريبتوكوكال ديزيز، امراض تنتج او تظهر ما بعد الاصابه بالستريبتوكوكال ديزيز، لكن الان هذه الامراض هي ليست بسبب الاصابه المباشره وانما نتيجه الاصابه بهذه البكتيريا، يتم اللي هو ظهور امراض اخرى زي الروماتيك فيفر وجلوميرولونيفريتس. طيب نشوف كاتيجوري كاتيجوري ايش اللي بيصير كده على السريع. الكاتيجوري الاولاني اللي هو الديزيز اتريبيوتد تو انفيزيف انفيجن باي ستريبتوكوكس باثوجينز، هذه الاشكاليه اللي هي الامراض اللي بتنتج عن دخول واختراق البكتيريا للانسجه اللي هي تحت الجلد للانسان. هذه الاختراق طبعا هي استطاعت انها تخترق الانسجه من نسيج الى اخر عن طريق افراز العديد من الانزيمات اللي بتحطم المواد اللاصقه والتي تسبب التحام وتماسك الانسجه مع بعضها، وبالتالي بيصير هنا تحلل لهذه المواد العامله تماسك للخلايا الانسجه المختلفه حتى تستطيع البكتيريا هذه تخترق الانسجه، يجب تحطيم هذه المواد زي الهيالورونيك اسيد وما الى ذلك، وبالتالي بيصير هنا حالات الجانجرينا وحالات الريسبيلز اللي هي هنا زي هنا والسيلولاتس زي ما انتم شايفين هنا، هذه حاله السيلولاتس وهذه حاله الريسبيلز اللي هو او ريسبيلاس اللي هو الاختراق والتهابات الانسجه الداخليه، والنكروتايزنج فاسايتس اللي هو ستوكوكا الجانجرين الاختراق وتعفن الانسجه الداخليه، بيور بيرال فيفر اللي هو إصابة النساء بعد الولادة خلال بعد الولادة تقريبا بعشرة أيام تظهر عندهم حمى، هذه الحمى ناتجة عن اللي هي ستريبتوكوكس باثوجينز الناتجة عن التهاب المشيمة، وبتستطيع هذه البكتيريا تدخل لجسم الست أو الأم بعد الولادة وبتظهر أعراض حمى شديدة والعديد منها يعني بيشفى من هذا من هذه الحمى أو من هذه الإصابة. وفي عندنا بكتيريميا أو سيبسيس. إذا الانفيجن للستريبتوكوكس باثوجينز بسبب الستريبتوكوكس باثوجينز اللي بيحدث داخل أنسجة الإنسان بتكون على هذه الصور الخمسة، وهي ناتجة عن إن هي بتخترق النسيج إلى أماكن أكثر عمقا وباستخدام إنزيمات. طبعا هاي النتيجه زي ما انتم شايفين اللي هو سيلولاتس او اريسبيلاس، وهذه كلها يعني مفهومها الاجمالي اللي هو التهابات تحدث في النسيج الداخلي للانسان. بقول لي هنا البورتال اوف انتري ديترماين برينسيبل كلينيكال بيكتشر، كيف دخلت هو اللي بيحدد شكل الاصابه، مين هذول الاشكال اللي بتكون الاصابه. ان ايتش كيس في كل الاحوال there is diffuse and rapid spreading infection، في كل الأحوال اللي هنا في هناك دخول وانتشار spreading infection that involve tissue and يخترق الجلد واكستند along lymphatic pathway، طبعا من الجلد بيصل للlymphatic pathway أو lymphatic fluids with only minimal local suppuration، مش بالضرورة يكون في local suppuration وجود صديد في منطقة الإصابة، مش بالضرورة فروم لينفاتيك، لينفاتيك عاد بيبدا ايش ينتشر في اللي هو البلد ستريم، وطبعا من البلد ستريم يستطيع ان يصل الى اماكن مختلفه من الجسم، عشان هيك تظهر معانا الحالات اللي احنا ذكرناها. يبقى هذا ناتج عن انه هي بيصير انفيجن للميكروب في داخل الانسجه ينتج عنه هذا الاعراض الممرضه. طيب المسار الثاني اللي هو اللوكال انفكشن، واللوكال انفكشن مظاهره اما مثلا دمامل بثور او السور ثروت التهاب الحلق والسكن انفكشن بايوديرما، المهم هذا بيكون كله لوكال يعني بتصير بتم اصابه الوصول الميكروب الى الجلد ما بتمش اختراق الجسم وبالتالي بتكون هي موجوده لوكالي. في اللي هو invasive group streptococcal infection بيحدث هذا اختراق للأنسجة
الاختراق هذا اللي يحدث الانسجه بيكون بصاحبه الستوكوكال توكسيك شوك سندروم، بتفرز العديد من السموم، وهذه السموم هذه السموم تسبب اللي هو توكسيك شوك سندروم. احنا ذكرنا قبل هيك ايش التوكسيك شوك سندروم والسكارليت فيفر، السكارليت فيفر اللي هي شكل من اشكال ناتج عن انتاج السموم الستوكوكاس. طيب والبوست ستوكوكال ديزيز اللي هو المقصود فيه الروماتيك فيفر والجلومينوفرايتس. الان الروماتيك فيفر هذا هو مش بسبب انه طبعا هو مرض روماتيزم بيصيب المفاصل، مش معناته انه الميكروب موجود في المفاصل، لا الميكروب مش موجود في المفاصل، الميكروب موجود في مناطق اخرى في الجسم، لكن نتيجه وجود الميكروب ونتيجه رد فعل المناعي من جسم الانسان المصاحب لهذا الميكروب يحدث في عندنا حاله اللي هو الروماتيك فيفر او الجلومرولونفرايتس او التهاب الكليه. في بالنسبه للابراتوري دياجنوزز طبعا في العديد من الاجراءات، بتصير في عندك فروت السواب او ممكن تاخذ مسحه من السواب الحلق او من البص الصديد او الدم حسب نوع الاصابه وكيف حدثت الاصابه وكيف الميكروب داخل الى الجسم، وايضا ممكن تاخذ انت سيرم وتشوف ايش الانتي بوديز اللي موجوده في داخل سيرم المريض ونوعيتها. السميرز ممكن تاخذ انت المسحه من الصديد وتحطها على شريحه وتصبغها وتطلع على الجرام رياكشن تبعها وتطلع تحت الميكروسكوب على التشين او الاورينتيشن لهذه البكتيريا. الكوكاي ار سام تايمز نيجاتيف، قلنا الكلام هذا اذا كان البكتيريا قديمه خد بالك انه ممكن تطلع جرام نيجاتيف رياكشن، و بقول no longer viable and have lost their ability to reduce. احنا حكينا هذا بدي لك الفولس نيجاتيف انه هي بتديك جرام نيجاتيف كوكاي لكن في حقيقه جرام بوزيتيف، والسبب انه هي انت استعملت يعني بكتيريا قديمه قد شاخت مع الوقت اللي هو تقريبا اسبوع زمان. بالنسبه للكلتشر بتفضل البكتيريا هذه بتفضل 10% CO2، وقلنا احنا ال 10% CO2 بتيجي عن طريق الكاندل جار، بتيجي عن طريق الكاندل جارز، والكاندل جارز هذه انه زي ما ذكرنا احنا انه بحط ال بتجيب جار وبتحط الصحن فيه وبتولع شمعة وبتغطي الشمعة بغطاء محكم، فطب الشمعة بتستمر في انها مشتعلة الى ان تنطفئ، فبتكون هي استهلكت جزء من الاكسجين واخرجت لك ثاني الكربون النسبة تقريبا 10%. هذه النسبة يعني بتسرع من عملية اللي هو الهيموليسيز اللي بيحدث في البلاد اجار. الستوكوكس بايجينز كان بي ايدنتيفايد باي رابيد تيست فور تيستس فور بريزنس اوف جروب اي سبيسيفيك انتيجينز. في عندنا اليوم موجود في السوق العديد من الفحوصات السريعة، وهذه الفحوصات بتكون بيتم استخدام اللي هو سيرولوجيكال تيست، من خلالها بنتعرف على بكتيريا ستوكوكس جروب A من خلال سبيسيفيك انتيجين لها، يعني انت بتكون الكيت موجود فيه سبيسيفيك انتي بوديز للانتيجينز اللي موجوده على السيل سيرفيس لهذه البكتيريا، فبيتم التعرف على اذا كان صار اجلوتينيشن يبقى بيتم التعرف على هذه البكتيريا من خلال اللي هو الاجلوتينيشن حدث. ايش معناته الاجلوتينيشن حدث؟ يعني معناته الانتي بوديز الموجود عندك في الكيت ارتبط مع specific antigens موجود، يبقى معناته إذا صار ارتباط يبقى هذا الانتيجينز موجودة، إذا هي اللي موجودة عندك جروب A streptococcus. الستوكوكاي belong to group A may be presumptively identified by inhibition of growth by bacitracin. بعض الانتيباتيكس بنستخدمها للتعرف على الستوكوكاس جروب A اللي هي زي الباسيتراسين، يستطيع انه يعمل انهيبيشن لجروب A، but this should be used. هذه نصيحة بقول لي لازم احنا نستخدم هذا لما احنا يكون فيش عندنا بدائل من الفحوصات، يعني هذا بطريقة او اخرى بده يقول لي انه هو
مش كتير هو ريليابل، واحنا بنستخدمه لما يكون ما فيش عندي بايو كيميكال تيست افيلابل في المختبر، وبالتالي انا بستخدم اللي هو الباسيت راسيم كفحص زي ما انتم شايفين هنا. وهو الباسيت راسيم بيعمل انهبيشن للجروب ايه، هذا ايش معناته؟ معناته الباسيت راسيم بيعملش انهبيشن للجروبات الثانيه، عشان هيك احنا ميزناه هذا الجروب بشكل خاص عن طريق الباسيت راسيم انتيبايوتيك. الفحوصات الثانيه اللي هو انتيجين ديتكشن تيست بقول لي سيفرال كوميرشال كيتس ار افيلبل فور رابيد ديتكشن اوف جروب اي ستريبتوكوكاس انتيجين فروم بروتوسواب. نفس الشيء اللي هو فحوصات الانتيجينات الموجوده على السيل سيرفيس للستريبتوكوكاس اللي احنا خدناها عن طريق البروتوسواب. الفحوصات السيرولوجيه اشهرها اللي هو انتي ستريبتولايسين او، واحنا ذكرنا توي الشيء المقصود بالانتي ستريبتولايسين او، قلنا انه اذا كان المريض مصاب بهذا الميكروب اللي هو ستريبتوكوكاس جروب بايوجينز جروب اي، واحنا مش عارفين اذا كان هذا ولا لا، فبنقوم بناخذ السيرم من هذا المريض وبنضيف عليه اللي هو الانتي بودي اللي ضد السليبتولايسين او، بيكون انا موجود عندي في الكيت. اذا كان صار ارتباط، اذا صار ارتباط ما بين الانتي بودي اللي انا موجود عندي في الكيت وما بين البروتين السليبتولايسين او، وظهر لي جليا انه الارتباط هذا صار اجلوتينيشن معايا على اللاتكس بارتكلز، هذا معناته السليبتولايسين او موجود، معناته السليبتولايسين موجود، اذا السبتوكوكس بايوجينز موجوده. وهذا انتم اخذتوه في معروف ومشهور هذا الفحص، اخذتوه في المختبرات السيرولوجية. في كمان انتي دي ان ايز تيست اللي هو انتر، وفي كمان انتي هايلورينيديز. طبعا هذا الانتي سبتولايسين او بارتيكولارلي ان ريسبيراتوري ديزيز، يعني هذا بنستخدم الفحوصات هذه اللي هي انتي سبتولايسين او للمرضى اللي هم اللي عندهم ريسبيراتوري ديزيز، وبدنا نشخص الامور. في عندك انتي دي ان ايز وانتي هايلورينيديز، هذول لمين؟ للمرضى اللي هم عندهم سكن انفكشن وانا مش متاكد من نوع البكتيريا، فبعمل الفحوصات هذه في الدم. في عندي انتي سيبتوكاينيز وانتي ام تايب سبيسيفيك انتي بودز، والام تايب هذا مر معنا، وبرضو العديد من الانتيجينات. اوف ذيز انتي سيبتولايسين او تايتر از موست يوز، اكثر يعني اكثرهم اشهارا وانتشارا. نقف لعند هنا وان شاء الله بنكمل في محاضره قادمه اللي هو الستريبتوكوكس اجلاكتيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.